السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن أمر إكستروجن، واتكلمنا عن إكزامبل بسيط وهو إكزامبل المكتب اللي انتوا شايفينه قدام كده. أنا بس حبيت إن أنا أعمل كرسي المكتب ده بأمر إكستروجن برضه. هو الموضوع سهل جدا وبسيط. إحنا هنيجي هنا في ليفل 1، يعني سي أو إن أنا أجيب التوب عادي مفيش فيها أي مشاكل، وهبتدي أجي من هنا أقول له إكستروجن برضه عادي مفيش فيها أي مشاكل خالص بالنسبة لي. زي مثلا ان انا هعمل كرسي عندي بسيط بالشكل اللي انت شايفه ده. الكرسي ده مش شرط يعني يكون كرسي المكتب او لاي حاجه تانية. ممكن نخلي عرض كرسي 60 سنتي، اهو 60 سنتي عندك بالشكل ده. وهاجي هنا ممكن نخلي دي مثلا 50 مثلا سنتي عندك بالشكل اللي انت شايفه ده، او ممكن نبتدي نقلل النسبه بتاعته شويه يعني بحيث ان هو يكون مظبوط بالنسبه للايه المكتب اللي احنا كريتناه، ولكن ان هو يكون عندي بالشكل ده. هخلي اكستروجن ستارت فعلا بتاعتي 40 سنتي، او نخليها 45 عندي بالمنظر ده كده، واخلي الاكستروجن اند بتاعتي 50 سنتي بحيث ان هو مثلا يكون 5 سنتي السيكنس بتاعه، او ممكن نخليها مثلا 48 ايه سنتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هجيب 3D فيو بحيث ان انا ابتدي اشوفه. هقوله من هنا فينش، هتلاقي المنظر بقى عندك بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. لو جبت من هنا هلاقي الشكل ده قدامي. لو حسيت ان ارتفاع الكرسي ده عالي، احنا هنخلي دي 40 مفيش فيها اي مشاكل، وهنخلي دي مثلا 43 بحيث ان احنا نبتدي ان احنا نظبطها. وهيجي عندي برضو احنا ممكن نرجع، انا حاسس بس ان في نسبة مش مظبوطة بالنسبة لي، فاحنا ممكن نخليها بالوضع ده. ادي المنظر اهو. حابب ان انت تعمل الرجول بتاعه الكرسي ده، الموضوع سهل جدا وبسيط. احنا نشوف بس الاكستروجن ستارت بتاعتي كانت هنا كام، 45. فانا هاجي اقول له من هنا اكستروجن، وهجيب مثلا ريكتانجل او حتى سيركل مفيش فيها مشاكل خالص. احنا ممكن نيجي نعمل سيلكت على ده، هقول له من هنا ميرور درو اكس، ادي الميرور درو اكس، وسيلكت على دول ميرور درو اكس عندي بالشكل اللي انت شايفه ده اهو بالمنظر ده. هتخلي الاكستروجن ستارت بتاعتك عندك هنا بزيرو، والاند عندك ب 45 سنتي اللي هي بدايه الايه الكرسي بتاعي. هنبتدي ان احنا نبص كده عليه، هتلاقي المنظر بقى بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. يبقى انا عملت كده الجزء الايه بالارجل بتاعت الكرسي نفسها. طيب انا حابب ان انا اعمل الظهر مثلا. طيب هتعمل الظهر ازاي؟ ممكن يكون ليك راي تاني، راي مختلف تحب ان انت تكريته. احنا ممكن نيجي بكل بساطه، اجي من هنا كده هروح جاي قايل له كرييت بس اكستروجن، واختار من هنا ست بيك بلان، وهبك البلان ده، وهاجي اروح جاي اعمل مثلا ريكتانجل معايا بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا وانت شغال بمقاسات ونسب اكيد هتشتغل بنسب مظبوطه اكتر مني يعني بكتير. ادي المنظر اهو. ده هتخليه مثلا 45 سنتي دار الكرسي برضو مفيش فيها اي مشاكل. ادي المنظر قدامك بالشكل ده. ادي فكرة الكرسي بسيط جدا تقدر ان انت تكريته. وحابب ان حتى ان انت تغير في شكل الظهر بتاع الكرسي، تعالوا نتعلم حاجة جديدة برضو. انا المرة اللي فاتت فرغت بامر فويد اكستروجن، عارف انت المرة دي لو انا جيت قلت له من هنا اكستروجن، ورحت جاي قايل له ست بيك بلان، وبكيت السيرفس ده، وابتديت ان انا قررت مثلا ان انا هاجي هنا عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، ان انا الجزء ده يكون متفرغ معايا. لو حابب ان المسافه دي تكون قد المسافه دي مفيش فيها مشاكل، احنا ممكن نيجي نعمل ديليت لدي، واقول له من هنا ميرور درو اكس. ممكن تشيك عليها باي وضعيه تانية تشوف الاسهل لك. ادي المنظر اهو، وادي الشكل قدامك. لو انا جيت قلت له مثلا من هنا انا حابب ان دي انزلها تحت شويه حاجه بسيطه، ورحت جاي قايل له خلي لي ده بدل سويد خليه لي فويد بدل السوليد، وهقول له في الايدنتيتي داتا تلاقي فيه ده سوليد وفويد. انا قلت لك ان هو مش هيفرغ غير لما يكون سوليد فويد، وانا كريته من الاول سوليد، فانا هقول له فويد. انا اتحمل بقى نتيجه افعالي، وهبتدي اجي اقول له من هنا فينش عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا هو خد الايه 45 سنتي، احنا ممكن نخليهم 5 سنتي، احنا مش عايزين اكتر من كده. لو حتى ما فرغش خليه يتقاطع على الكرسي ده مفيش اي مشكله، هتلاقي المنظر بقى قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. انا كريت كرسي بطريقه سهله جدا وبسيطه، الموضوع سهل جدا وبسيط، اهم حاجه تبقى انت عارف تستخدم التولز نفسها ازاي. ممكن نيجي من هنا اختار لدي مثلا الوود ده، اختار للظهر الوود ده مثلا،
واختار مثلا للجلسه بتاعتي ايه الوود التاني اللي موجود عندي ده، بحيث ان انا اكون قدرت ان انا كريت ايه شكل الكرسي بتاعي او شكل المكتب بتاعي. ادي الموضوع سهل جدا وبسيط، اهم حاجه تبقى انت عارف بس عايز تكريت ايه من البدايه. يعني زي مثلا ان انا جيت كده، ادي المنظر قدامي اهو. لو انا جبت التوب مثلا قبل ما اعمل اي حاجه عشان بس مغيرش في البيو رينج ولا اغير في اي حاجه موجوده عندي، ممكن نيجي نبتدي بس نخليه معايا بالشكل ده كده. وبعدين هفتح الفلور بلان بتاعي ليفل 1، هجيب من هنا مثلا الكاميرا بتاعتي. ادي الكاميرا، زي مثلا ان انا خدت شوت بالكاميرا كده مفيش فيها اي مشاكل. للمكتب والكرسي اللي احنا ايه عملناهم، ادي المنظر قدامك اهو مفيش فيها اي مشاكل ايه بالنسبه لي خالص. احنا ممكن نزود البرو فيو بتاعنا بحيث ان احنا نبتدي ان احنا نظبط ايه الشوت بتاعنا، بحيث ان احنا نبص عليه بالمنظر ده. الموضوع سهل جدا وبسيط يا جماعه، اهم حاجه بس انت تبقى انت عارف بتستخدم ايه، وعارف انت هتكريت ايه، وعارف مقاساتك اللي انت هتستخدمها ايه والنسب بتاعتها ايه كويس جدا. على فكره احنا ممكن نيجي هنا ونعمل سويب حوالين الجزء ده حتى يبقى انا باكد على امر سويب قبل ما ابتدي ان انا اشرحه. انا هقول له من هنا سويب برضو بيك باس، هبك الباس ده، الموضوع سهل جدا وبسيط. هقول له من هنا فينش، ادي البروفايل عندي اهو. هقول له من هنا ايديت بروفايل، لو هتقدر ترسم هنا مفيش فيها مشكله، عايز ترسم في الاليفيجن برضو مفيش فيها مشكله، اللي يريحك شوف الفيو المناسب ليك انت وابتدي ارسم ايه فيه. يعني هتلاقي بس انا كده، انا لو جبت هنا الاليفيجن بالنسبه لي ده، احنا ممكن نيجي هقول له من هنا ممكن نكنسل، انا بس حابب ان انا اكريتها تاني. ادي المنظر قدامي اهو البوس، هقول له من هنا ايديت بروفايل، ممكن اخرج مسافه معايا كده تبقى بنفس الشكل كده بحيث ان الاتنين ايه يكونوا راضين ايه على بعض. ممكن اجيب الاليفيجن وابتدي ان انا ابص عليه بطريقه تانية. ادي المنظر قدامي اهو، انا بس جبت الاليفيجن عشان اتاكد اذا كنت انا راسم الخط ده مظبوط ولا لا. لو مش هتقدر ترسم من 3 دي او حاسس ان انت مش هتقدر ترسم منه عادي مفيش مشكله، ارسم من الايه من البلان عادي. ممكن تيجي تروح جاي عامل فويد هنا او تعمل فيلت اورك عندك بالشكل ده، بحيث ان انت تطلع كل الاشكال معاك زي بعضها بالظبط. ادي فيلت اورك، طبعا انا كنت اقدر ان انا اوحد النسبه بتاعتهم بس انا سايب لك ده تقدر ان انت تعمله، احنا وضحناه قبل كده. هقول له من هنا فينش فينش، هتلاقي المنظر قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. اي نعم الكرسي ممكن يكون عجيب شويه بس احنا بنجرب مع بعض ونشوف مع بعض ايه حاجات جديده. ممكن تيجي تقول له من هنا خلي لي دي الماتيريال دي مثلا نفس الوود ده، بحيث ان انت تحس ان الشيب ده كله ايه حاجه واحده. لو حاسس ان البروفايل بتاعك ده مش مناسب ممكن نيجي نعمل سيلكت على البروفايل ده، اديت سويب عادي، سيلكت على البروفايل، اديت بروفايل، ممكن اجي اروح جاي الاقي كل الكلام ده. الموضوع سهل جدا مفيش اسهل منه يعني. وهاجي اقول له لا انا عايز الريكتانجل بقى لو سمحت، بحس بس ان انا اديله بس ايه فريم او طبقه اللي انا كنت عايزها للكرسي ده، بحس ان انا لما ابتدي ابص عليه احس ان هو كله حاجه واحده او روح واحده بالنسبه لي. ادي المنظر قدامك اهو، وادي الشكل اللي احنا كريتناه. الموضوع سهل جدا فعلا، وامر اكستروجن امر مفيد جدا جدا يا جماعه، امر جدا مفيد جدا يا باشمهندسين. يا ريت نركز فيه ويا ريت نتعلم مع بعض حاجات تانية ونحاول ونجرب حاجات اكتر، لان هو بصراحة هيفيدك في حاجات كتير حتى وانت شغال في الانتيريور ديزاين او حتى وانت شغال اكستيريور. وانا هوريك الكلام ده بنفسك ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.